أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حديثك على الهواء. اليوم ضيفي المحامي الأستاذ علي برجي، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا فيك. حضرتك كنت ضيف معنا قبل الانتخابات وكنت من المقاطعين للانتخابات، برأيك شو اللي تغير بعد الانتخابات وشو رأيك بالأشخاص اللي وصلوا؟ بعد الانتخابات لم يتغير شيء سوى أن ثورة 17 تشرين أصبحت بحكم المنتهية بعد الانتخابات النيابية، لأن الثورة تطالب بإعادة تكوين السلطات، وعندما يتم إعادة تكوين السلطات تنتهي الثورة. نعم. فإذا اليوم نحن مع واقع جديد أنه ثورة 17 تشرين انتهت بالانتخابات، وإذا أردنا أن نقوم بأي حراك جديد فنحن بحاجة إلى ثورة جديدة. نعم. شو رأيك باللي صار اليوم بالمجلس النيابي؟ الحقيقة اللي صار اليوم بالمجلس النيابي مثل اللي صار بال 2018 ومثل اللي صار بال 2009، يعني المشهد هو ذاته مشهد هزلي، يعني لم يتغير شيء، أغلبية الوجوه ما زالت موجودة، وأغلبية ورئيس المجلس ما زال موجود منذ هو اليوم في الولاية السابعة، يعني نعم. لم يتغير شيء. ما أزعجني هو أن النواب التغييرين كانوا يلعبون بالأوراق كما اعتدنا أن يلعب النواب منذ زمن بعيد بالأوراق، يعني لم يقدموا أي جديد. يعني اليوم نحن كنا عم ننادي بثورة، يعني ثورة على الطائفية. نعم. اليوم كان التحدي الكبير قدام النواب التغييريين هو انه يقوموا ويطرحوا رئيس مجلس نواب من خارج القيد الطائفي. يعني اليوم كان مفروض التغيير يحصل بلبنان من خلال طرح رئيس مجلس نواب من خارج القيد الطائفي، وان لا يكون هناك احادية في الترشيح. هذا يعني هذا قمة انعدام الديمقراطية، لما بيكون نفس الشخص بولاية سابعة هو مرشح اليوم لرئاسة مجلس النواب، وبوجود نواب يدعون التغيير. لا شيء يمنع، أنا امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي رشحت مارك داو، النائب مارك داو، لرئاسة مجلس النواب، لأنه شخصية مميزة جريئة يسعى إلى التغيير. كان لابد من تقديم هذه الشخصية إلى الشعب اللبناني والقول بأنه يوجد في لبنان شخصية شباب قادرين على التغيير، قادرين على اتخاذ المواقف الجريئة، وهو للأسف لم يحدث. يعني حتى لو ما وصل مارك داو لرئاسة المجلس، أنت كان برأيك أنه لازم يترشح ويثبت وجوده؟ لا بد من كسر العرف والقيد الطائفي، يعني هذا تقليد اليوم بينصر الشعب اللبناني. نحن ب 17 تشرين ظهرنا وإن الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي الفاسد. نعم. هالثورة حسب ما بقولوا، مع أنه أنا كنت ضد الانتخابات، بس انبثق عنا نواب، حسب ما بيدعوا هنا انبثق نواب، فعلى هؤلاء النواب أن يسيروا على خطى الثورة، على كسر القيد الطائفي، على ترشيح شخص من خارج. لا يجوز. أنا إذا أولا الطائفة الشيعية، أنا ما بحب أحكي طائفي، بس نوابها مصادرين، يعني ما في تغيير عند الطائفة الشيعية. فإذا أنت بدك تنطر ليجي أحد النواب الشيعة تغييري لترشح للانتخابات النيابية بدك تنطر كثير. فنحن ندعي أنه لكسر القيد الطائفي. كان اليوم بس بده يصير في رسالة أنه لم تعد رئاسة مجلس النواب حكرا على طائفة معينة، ولم تعد رئاسة مجلس الوزراء حكرا على طائفة معينة، ولم تعد رئاسة الجمهورية حكرا على طائفة. بعد 17 تشرين كسرنا القيد الطائفي، وللأسف الشديد كان أمامنا فرصة تاريخية لتكريس نتائج ثورة 17 تشرين، وفشل التغييريون في إحداث هذا التغيير. نعم. هل برأيك يعني هناك تغيير حصل فعليا في أم السلطات؟ لم يحدث أي تغيير، سوى أنهم استعادوا الشرعية لأول مرة، يدخلون الانتخابات النيابية فاقدي الشرعية، وأدخلوا
بضع بضعة نواب من التغييريين أثبتوا أنهم لا يستطيعون أن يحدثوا التغيير الذي يطمح إليه الشعب اللبناني. طيب كيف برأيك بيصير التغيير بلبنان؟ وهل بعد بحق للناس أنه تنزل على الشارع على غرار ما كان يحصل في الثورة؟ قبل الانتخابات كان فيك تنزل كان في ثورة قائمة، في استفتاء قائم. نعم. فإذا كان فينا ننزل على الشارع سعى أن نريد وأن نشاء، لأن هناك ثورة قائمة ومستمرة. نعم. أما بعد الانتخابات النيابية فنحن اليوم قد تنازلنا عن هذه الثورة وعدنا تكوين السلطة عبر انتخابات نيابية صحيحة أو غير صحيحة، إلا أن الوعي الموجود عند الشعب اللبناني، وهذا شيء فخر، يعني إنه الوعي موجود، إنه أنا بقول في 70% من الشعب اللبناني قاطع الانتخابات ورفض هذه المهزلة، وهذا هو الموقف الصحيح، لأن المهزلة أن نجري الانتخابات تحت إشراف منظومة فاسدة، تحت إشراف قانون فاسد. نعم. هل تعتقد بأن تشكيل الحكومة في لبنان سينجح؟ يعني لا، بالتأكيد لا. فيه يعني عندك أنت بالأيام العادية كنا نأخذ 9 أشهر 8 أشهر 7 أشهر نشكل حكومة، هذه بالأيام العادية وبالظروف العادية. كيف إذا اليوم في عندك معركة رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية سيخوض معركة رئاسة الجمهورية من خلال تعطيل تشكيل الحكومة، إما جبران وإما لا حكومة. نعم. وما الحل برأيك إذا تعقدت الأمور بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ يعني في خيارين، أنه اليوم نحن بأزمة، إما تدخل دولي. نعم. وإما ثورة وعي يقودها الشعب اللبناني من جديد. ثورة وعي، نحن اليوم بحاجة إلى ثورة وعي. علينا أن نقاضي ونحاكم هؤلاء، هذه المنظومة الفاسدة التي عرضت الشعب اللبناني إلى جريمة إبادة جماعية، لابد من منادات المجتمع الدولي. لن نستطيع مواجهتهم، إنهم خطيرون، إنهم مسلحون، إنهم يملكون المال، إنهم نهبوا المال العام. علينا نحن اللبنانيون أن نواجههم في المحافل الدولية، لن نستطيع مواجهتهم. نعم. بالنسبة للسلطة القضائية، ما هو واقع السلطة القضائية برأيك؟ وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه؟ السلطة القضائية هي أعلى سلطة في الدولة، هي السلطة القضائية، لأنها تحكم باسم الشعب اللبناني. النائب يمثل الشعب اللبناني. نعم. وكيل عن الشعب اللبناني. أما السلطة القضائية فهي تحكم باسم الشعب اللبناني. السلطة القضائية في لبنان تتهرب من مسؤولياتها، وهذا يعتبر جريمة يجب أن تعاقب عليها يوما من الأيام. فهي تتخاذل، لا تقوم بواجباتها، تتحجج بأمور مالية، تتحجج بالنقل، وهي تستطيع، القاضي يستطيع أن يصدر حكما ويقول، مجلس القضاء الأعلى يستطيع أن يصدر قرارا، نطلب مؤازرة القاضي وتأمين سيارة له وتأمين سائق له. لا شيء يمنع القاضي، إذا القاضي مش قادر يروح على المحكمة أو مش قادر يتنقل من بيروت لطرابلس أو من بيروت لذاك، بيلقط مدعي العام التمييز بالتليفون بيقول لهم أمنوا لي سيارتين مع الشوفير للأمن للأجهزة الأمنية، للأمن الدولي أو للأمن الداخلي، بيقول لهم أمنوا لي سيارة مع مرافق مع بنزين تنقل القاضي. القاضي لا يمكن أن يتخاذل عن القيام، هناك تخاذل في لبنان، القضاة يتهربون من مسؤوليتهم. نعم. نعم. ما رأيك بموقف القاضي شادي قردوحي الذي يدعو للتجمع من أجل العمل على استقلالية القضاء؟ هل أنت مع هذا الطرح؟ لا شك أن القاضي قردوحي هو من القضاة الجريئين. نعم. الذين يتمتعون بمواقف نبيلة ونزيهة، لكن كما بدأت حديثي، القاضي يحكم باسم الشعب اللبناني، القاضي يستدعي كل لا حصانة في الأزمات، القاضي يستدعي أي إنسان لعنده على التحقيق. فمش بحاجة القاضي ينزل يوقف مع الشعب أو ينزل
يتظاهر مع الشعب، القاضي يحمي الشعب من خلال المركز الذي يقوم بواجباته يعني. فإذا نحن إذا ما في قضاء مستقل ومحايد يراقب كل ما يحدث على الأرض ويقوم بواجباته من خلال إصدار القرارات القضائية التي تأمر الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن وحفظ السلم وجباية الأموال، يعني القاضي دور القاضي يختلف عن القاضي هو نصف إله. يعني اليوم القاضي بيجلس بمكتبه بيأخذ قرار ممكن يريح يؤدي إلى إراحة كل الشعب اللبناني، قرار جريء واحد. نعم. القاضي قرار هو يحكم باسم الشعب اللبناني. نعم. بدنا نفرق بين الشعب وبين القاضي. القاضي مكانته قوس المحكمة، عندما يجلس على قوس المحكمة تحضر آلهة العدالة. يعني تصوري أنه بكل دول العالم بيقولوا بيعملوا له عادة، بس يفوت القاضي على الجلسات بيكون في مهابي، بيكون في هالة من الاحترام، لأن القاضي عندما يجلس على القوس ربنا سبحانه وتعالى يرسل آلهة العدالة لتقوم بمساعدة هذه القاضي في مهامه ولتقوم بمراقبته. نعم. هناك تخاذل، هناك ارتهان، هناك تدجين. أخطر ما في القضاء أن يصبح القاضي مدجنا للزعيم. نعم. ما رأيك بدعوات الثوار للنزول إلى الشارع بعد الانتخابات النيابية؟ بالتأكيد نحن لن يتغير شيء لا قبل الانتخابات النيابية ولا بعد الانتخابات النيابية. في كثير ثوار ما تغير هو أننا اليوم أصبحنا بحاجة إلى ثورة جديدة، لأن ثورة 17 تشرين انتهت بالانتخابات النيابية. نعم. فما في واحد يجي قانونا يجي اللي أنا بدي أنزل على الشارع، بس بدك تنزل على الشارع بدك تروح تأخذ ترخيص من وزارة الداخلية، لأنك أنت خضعت للانتخابات وخضعت للقانون، بدك تروح تعطي علم وخبر لوزارة الداخلية أنه بدك تنزل. اليوم وقت بيصير في ثورة مستمرة، ثورة وعي أو ثورة عنف. ما هو نحن يا إما ثورة وعي يا إما ثورة عنف، لم يعد اصلا من خيار امام الشعب اللبناني الا اما ثوره وعي واما ثوره عنف. نعم. استاذ علي، ختاما شو بتحب تقول؟ انا بحب اليوم بهذا المناسبه، بمناسبه انعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئه مكتب مجلس، انه هاي لن ما قبل 17 تشرين ليس ما قبل كما ما قبل الانتخابات النيابية كما بعد الانتخابات، لن يتغير شيء في لبنان، لأن المنظومة عادت لتحكم، المنظومة التي أدت إلى تدمير الدولة اللبنانية ما زالت قائمة وما زال النضال. أنا بحب أوجه بس كلمة للشعب اللبناني، أيها اللبنانيون، لقد تجرأنا عليهم في 17 تشرين بعد أن تجرأوا علينا لسنين وسنين وما زالوا مصرين، فقرروا أن يهدموا الهيكل على رؤوسنا، فصادروا القرار السياسي وأفلسوا البلد ونهبوا المال العام والخاص، وما زلنا نتعرض لجريمة إبادة جماعية يقودها الفساد والإرهاب المنظم وبعض الخونة. أيها اللبنانيون، لا تظنوا أنهم سيتوبون. أيها اللبنانيون، لا تظنوا أنهم سيتوبون، فهم ماضون في إذلالنا وتركيعنا، لأن خيار التوبة لديهم يعني الاعتراف بجرائمهم وخضوعهم للمساءلة. لن تستطيعوا مواجهتهم دون بذل الدماء، فقد بنوا دويلاتهم وجيوشهم على أنقاض دولتنا وسيطروا على كل المؤسسات والسلطات. أيها اللبنانيون، توجهوا نحو المجتمع الدولي وتجمعوا أمام السفارات
وطالبوا بمحاكمتهم ومساءلتهم، فالوقت ليس في صالحنا وهم في كيدهم ماضون. شكرا. نعم استاذ علي، بدنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم، وشكرا على هالحديث القيم ايضا والمعلومات الغنيه اللي افادتنا فيها. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، بنشوفكم بحلقات جديده.